حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو النهارده هيكون عن من الشخص القادم لك بإذن الله، طبعا وكله بمشيئة الله، للزواج. نعرف الشخص ده، اول حرف من اسمه. الشخص ده ترى تعرفه ولا جديد عليك؟ طباعه عاملة ازاي؟ عمله، شكله، يعني كل حاجة. كل حاجة هنعرفها النهاردة عن هذا الشخص، والقراءة بتشمل جميع الطاقات اللي عايزة تعرف من القادم لها للزواج. يعني مش متأخرين فقط، مش مطلقين فقط، لا، ده كل الطاقات، تمام؟ لأن الفيديو اللي فات كنت عاملاه عن المتأخرين وكده، فقلت أعمل فيديو عن كل الطاقات أو لكل الطاقات. تعالوا بينا نشوف الأحجار اللي هتختاروا بيها النهاردة القراءة. وأول حاجة هو الكريستال. ممكن تختار بالكريستال، ودي طاقتها قوية جدا على فكرة، طاقة الكريستال. اوكي، تاني حاجة او تاني مجموعة هو عود صليب. طبعا اكيد هتبقوا يعني بعض الناس منكم عارفين ده ايه بالظبط وبيعمل ايه. هو عامة يعني بيمنع طاقات الحسد في البيت يعني، تمام؟ وطاقته قوية جدا جدا جدا، عود صليب. فيا كريستالة يا مجموعة رقم 2، عود صليب، او طبعا بأول حرف من اسمك انت. طيب، لو انتوا اول مرة تشوفوني يا ريت تنوروني بسبسكرايب في القناة وتقولوا لي بتتابعوني منين. ولو حد محتاج يحجز قراءة مدفوعة اتواصل على رقم الواتساب هتلاقوه في الديسكريبشن بوكس وفي في التعليق المثبت الاول. تعالوا بينا كده نشوف اول قراءة معانا ونشوف طقطق دلوقتي. هي مجموعة رقم 1، ترى طقطق ايه دلوقتي؟ طاقة مجموعة رقم 1. هناخد من الكروت دي، بقالي كتير برضه مشتغلتش بيها. نعمل كده عشان تشوفوا معايا. كمان ناخد من كروت الطاقة. يا ترى طاقتك ايه يا مجموعة رقم 1؟ اوكي، انت في حاجة انت متعلق بيها حاليا، شخص انت متعلق بيه، حاجة انت بتعملها متعلق بيها ومش قادر ان انت ما تعملهاش. اوكي، عادة، في عادة او حاجة انت بتعملها والحاجة دي انت متضايق منها، بس يعني مش قادر ان انت تبعد عنها. يعني مثلا هنقول سهر، انت بتسهر كتير او دي عادتك في الفترة الحالية وانت مش حابب ده ومتضايق من ده، بس مش قادر ان انت ما تعملش ده، او مش قادر تظبط يومك تاني يعني على الاقل. يعني انا بدي لك مثال، تمام؟ ان بعض الطاقات منكم انتوا في طاقة قلق شديدة الفترة دي، بتفكروا كتير، بتحلموا كتير، تصحوا من النوم مفزوعين مثلا وكده. في طاقة كده جواكم من القلق مثلا من حاجة معينة، او في حد قال لك كلام او عمل معاك موقف وجعك قوي، ومش عارفة ليه حاسة ان يمكن انت شفت حاجة مثلا على السوشيال ميديا بتاعتك زعلاك او زعلتك، شفت صورة، شفت موقف، شفت كومنت، شفت حاجة مش تبعك اصلا ولا ليك اصلا، بس اثرت فيك. في حاجة اهو انت باصص في التليفون بتاعك او في الموبايل بتاعك وزعلان وبتتقلب من جواك، وده اثر على نفسيتك. اوكي، شايفة طاقة احلام، انت بتحلم كتير الفترة دي، او ممكن تكون نفسك تحقق احلام كتيرة في حياتك. هنا جايلي العلاج بالروائح والعلاج بالصوت. انت ظاهر ان انت محتاج انك تعمل
زي تأمل، زي علاج مثلا طاقي، أو علاج تعمل فيه جلسة استرخاء. محتاج انت تعمل ده جدا الفترة دي. اوكي، شايفة لبعض الطاقات منكم انتوا في بداية جديدة، او هتبتدوا بداية جديدة ان شاء الله في الفترة الجاية. بتفكروا في انتقال، بتفكروا في بدايات، بتفكروا في اكشن تعملوه في حياتكم، او خطوة تاخدوها في حياتكم في اي حاجة بقى. ممكن في خطوة عاطفية او خطوة عملية، خصوصا يعني لو انت رجل فممكن تكون في دماغك انك تاخد خطوة الزواج، او مثلا لو انت امرأة مثلا تاخدي خطوة تبدأي ان انت تغيري من نفسك، تغيري نيو، تعملي نيو لوك، تعملي تغيري شغلك، تسافري، يعني في حاجة انت عايزة تعمليها بداية جديدة، او بداية ان انت تفكري في حاجة جديدة. يعني ايه؟ يعني مثلا انا كل همي دلوقتي العمل، لا انا هبتدي افكر ازاي اني استقر، او اكون مثلا في علاقة زواج مستقر، او العكس. انا مثلا بفكر كتير في الزواج او الارتباط او كده، لا انا هسيب ده خالص وابتدي ان افكر في العمل وفي مستقبلي وكده. يعني في بداية، في خطة اتبدلت بدل خطة. اوكي، بتحاول تتوازن، وبتحاول تكون متوازن في القرارات اللي انت هتاخدها ما بين قلبك وما بين عقلك. عندك طاقة روحانيات عالية جدا، مجموعة رقم واحد، وبتدعي يمكن ربنا كتير الفترة دي. اوكي، ممكن تكون من برج العقرب، او من برج الجدي، او من برج الميزان، او في رقم ثلاثة او رقم واحد في تاريخ ميلادك. تمام، طيب نشوف مين الشخص القادم لمجموعة رقم واحد. الناس اللي اختارت حجر الكريستال، مين هو الشخص ده؟ مين هو الشخص ده؟ عايزاكم تشوفوا معايا الكروت تالي كده اوضح. اوكي، تعالوا نشوف مين الشخص مين الشخص القادم ليكم يا مجموعة رقم واحد. معلش هنقول جايلك شخص عنيد شوية، او عنيد قوي يعني، ده كده بسم الله يعني اول القراءة، هذا الشخص شخص عنيد. ده ايه ده؟ ده ميكس من حاجات كتيرة، وشخص يعني تقيل، هذا الشخص تقيل. طيب خلينا نقول ان الشخص ده عصبي، عنيد، غيور، بياخد قراراته من دماغه فقط، مش بياخد قراراته من اي حتة، هو رأيه بيقول ايه ويعمل بيه. متحكم. لو جينا بقى نبص يعني على إيجابيات الكارت ده، ممكن نقول إنه شخص هيحسسك بالأبوة أو الأمومة. يعني إيه؟ يعني لو أنت رجل فهي هتحسسك بالأمومة، أو بحنان الأم، أو بعاطفة الأم، أو باهتمام الأم. تمام، ولو أنت امرأة هيحسسك برضو رعاية الأب، حنية الأب، خوف الأب. تمام، يعني يبقى خايف عليك زيادة عن اللزوم، هو عنده الحتة دي. اوكي، طالع لك بقى، او طالع لك بقى سواء انت رجل او امرأة، هذا الشخص في طاقة الكينج اوف بنتكلز والكوين اوف بنتكلز. طب ممكن ناخدها بايه؟ حاجة ايجابية، الشخص ده مستواه المادي رائع رائع رائع، او فوق الرائع كمان. ولو انت عارفه وهو لسه بيبتدي في حياته او كده، فهو انسان طموح، ممكن يوصل بيه يكون مستواه رائع جدا جدا جدا. تمام، فهو يعني شخص طموح. خلينا كده نشوف باقي الكروت اللي هتطلع.
شخص القادم ليك شخص مميز، يمكن نقول ما بيتكلمش كتير او ما بيعبرش عن اللي جواه على طول، او ما بيقدرش انه يطلع اللي جواه كده مرة واحدة. يعني ايه؟ يعني ممكن نقول من الناس اللي ما بتعرفش تتكلم حلو كتير، يعني ما بتعرفش تتكلم كلام رومانسي كتير او حب كتير او حاجات زي دي، تمام. وبرضو عاوزين نقول ان هو شخص ماشي بنظام، وشخص ماشي في او بيحب الاستقرار جدا، بيحب التخطيط، منظم وواقعي، تمام. يعني ممكن نقول عليه شخص واقعي او عقلاني اكتر ما نقول عليه شخص رومانسي او ماشي بقلبه او باحساسه او كده. طيب، يعني معنى كلامك ان هو ما بيحبش او ما عندوش جانب للحب؟ لا، عنده، بس برضو كل حاجة عنده بمقدار، او والحب طبعا ملوش مقدار، بس هو شخص يعني عقلاني اكتر، بس فيه طبعا عنده جانب حب، تمام. بيحب دايما انه يعمل في حياته ويبين للي حواليه انه ناجح، ما بيحبش خالص ان حد يشوفه في طاقة انهزام، طاقة خسارة، حتى لو هو في الطاقة دي. اقرب الاقربين ليه ما يحبش ان هو يشوفهم، ان هم يشوفوه في الطاقة دي؟ لا، يحب ان هم يشوفوه دايما ناجح ودايما كويس. يعني بمعنى الاصح ممكن نقول ان هو شخص بيحب شوية الشو، اوكي، بيدرس كل خطوة قبل ما بيعملها. شخص متدين، ماشي بالعادات والتقاليد والعرف والصح والغلط، وكل الحاجات دي، يعني ماشي بقواعد هذا الشخص. مال في ايه؟ كل كروت البنتكلز طلعالي، كل كروت البنتكلز، ده بيدل ان هو شخصية يعني على ارض الواقع، مش شخصية خيالية او طايرة في الخيال خالص. الشخص ده ممكن يكون اكبر اخواته، هو الابن الكبير يعني، ودايما هتلاقوه بيقدم المشورة والارشاد للناس اللي معاه، يعني لاصحابه والاهل والاخواته، هو دايما بياخد الدور ده، تمام. ممكن على فكرة يكون الشخص ده شغال حاجة ليها علاقة بالسلطة. احنا هنشوف، يعني هنحط كروت للموضوع ده، بس من كروته هنا في شخصيته بيبان ان هو شخص عنده سلطة، او هو فعلا ماسك سلطة، يعني شغلته فيها سلطة، تمام. تعالوا كده، طب نشوف الشخص ده اول حرف من اسمه ايه. عامة الشخص ده ليه طاقات معينة منكم مش ليكم كلكم، ممكن يبقى طالع من علاقة او منفصل، يعني هيجيلك وهو منفصل، هو ساب شخص في الماضي، اوكي. خلينا كده نشوف. طيب، اول حرف من اسم الشخص ده حرف الألف وحرف الواو وحرف النون، حرف الت، حرف النون تاني، حرف الجيم، حرف الدال، حرف السين، حرف الهاء، حرف الر، وحرف الإي. ممكن نقول الألف أو عين، أوكي، إي يعني حرف الإي. طيب تعالوا كده نشوف يا ترى ممكن يكون الشخص ده شكله ايه. ناخد الكروت دي احسن. شكله ايه الشخص ده؟ انا عندي هنا الشخص ده لونه يا لون متوسط، اللي هو اللون القمحي، يا ممكن نقول اسمر شوية، يعني قمحي اسمر شوية، لون متوسط او اسمر شوية، يعني اسمر شوية.
ممكن نقول انت لو رجل فهي امرأة شعرها قصير، عينيها واسعة وشها رفيع طويلة، جسمها برضو رفيع. ولو انت امرأة فهو رجل طويل عنده عضلات، وشه رفيع، عينيه سمراء، عينيه سودة، و ملامحه فيها الجراءة شوية، ملامحه فيها الجراءة أو اللي إن هو واثق من نفسه، ملامحه فيها كده قوة. ممكن نقول إن الشخص ده يحب يلبس اللون الأحمر، اللون الأورنج، اللون الأبيض، وإنت لما تشوفه هيكون لابس الحاجة دي، أو بيلبس أو أسود، اللون الأسود، ولابس الألوان دي يعني اللون الأسود. للتقطين الشخص ده وزنه رفيع، مش مليان، مش تخين يعني، لا التقطين الشخص ده وزنه رفيع. أوكي طيب، احنا كده شفنا أول حرف من اسمه، وشفنا شكله، وشفنا طباعه، تمام. خلينا نشوف الشخص ده ممكن يبقى برج ايه. عامة برج الحمل، يعني هو طلع لي في الأول اهو برج الحمل. تعال نشوف بقى أبراج ايه تاني ممكن تكون طالعة. تعالوا كده نشوف ممكن يكون برج ايه. عامة انا طلع لي طاقات كتيرة ترابية، وهنا طلع لي برج الحمل، بس برج الحمل طبعا طاقة نارية، لكن انا دايما بيطلع لي طاقات ترابية كتير، وطاقة برج الثور طلعت لي اهي، طاقة برج الحمل تاني، طاقة برج الجوزاء. يبقى طاقة برج الحمل او برج الحمل وبرج الثور وبرج الجوزاء وطاقات ترابية. اوكي طيب، تعالوا نشوف الشخص ده يا ترى بيشتغل ايه. ترى الشخص ده بيشتغل ايه، عمله، عايزين نعرف عمل هذا الشخص القادم لمجموعة رقم واحد، مجموعة اللي اختارت الكريستال، عايزين نعرف عمله ايه. ده ستار، ده شخص مشهور معروف، بقالكم مرقتين والله. بس ممكن يكون بيشتغل حاجة تخص النساء، يعني ايه، بيشتغل في الازياء مثلا، فاشن ديزاينر، أزياء، اشتغل دكتور يخص النساء، دكتور تجميل مثلا، دايما اللي بيروحوا له بتبقى نساء أو الأكتر. اشتغل حاجة ليها علاقة بالفاشن، بالميك اب، بأي حاجة من دي. اوكي وممكن جدا يكون شغال حاجة هو فيها ستار، يعني ايه، يعني مثلا صحفي وناس كتيرة تعرفه، مشهور أو معروف، مذيع، ممكن نقول برضو بيشتغل حاجة مثلا على السوشيال ميديا، بيشتغل مغني، ناس كتير عنده فانس، بيشتغل في الكورة وبرضو ناس كتير تعرفه، بيشتغل في التمثيل، بيشتغل في الإخراج، أي حاجة من الحاجات اللي بيبقى ليها ناس كتيرة تعرفها ومشهور معروف. هو مختلف وفي كده العيون كتير عليه وحواليه ناس كتير. طيب ممكن يكون بيشتغل ايه تاني، سيكس اوف بنتكلز، هو بيقدم خدمة للناس او شغله فيها خدمات للناس. وطبعا هنا الشخص ده ممكن جدا يكون عنده سلطة، ضابط او ليه يعني سلطة على ناس. وهنا طبعا كارت برج الميزان، فطبعا الميزان هو العدل، والعدل يعني القانون، والقانون يعني محامي. الشخص ده برضو جدا ممكن يكون محامي، هنا برضو بيقدم مشورة أو بيقدم خدمة للناس، و شغله مستقر جدا جدا ومستواه المادي رائع. الشخص القادم ليه كمجموعة رقم واحد مستواه المادي رائع وشغله مستقر، وهو بيحس بنفسه جدا في شغله. اوكي
تعالى بقى على اخر نقطة، وهو انت تعرفه ولا ما تعرفوش، ده شخص جديد كليا عليك ولا انت تعرفه وكده. تعالى نشوف، هل انت تعرفه يا مجموعة رقم واحد؟ خلينا نشوف. الله، بقول الله لأن الكارتين فيهم استشفاء. طيب نكمل. كنت بقول لكم هنا الكارتين كارتين استشفاء، وعشان كده أنا بقول الله. طب ليه طيب طلع لك كده؟ بيقول لك إن سواء الشخص ده أنت تعرفه أو متعرفوش، ففي استشفاء في العلاقة دي، تحس إن أنت اتعوضت كتير لما تعرف هذا الشخص، أو التعب اللي كان في حياتك كله هينتهي وهيتحول لهدوء، هيتحول لاستقرار، لأمان، كل حاجة. طيب بالنسبة للشخص ده انت تعرفه، انت قاعد مستني، انت قاعد مستني هذا الشخص، ومعنى ذلك انك لسه متعرفوش، او الشخص ده لسه ما دخلش حياتك بشكل رسمي او بشكل انه يرتبط بيك. اوكي، فانت قلبك وجعك حاليا، لسه ما تعرفش الشخص ده او لسه ما دخلش حياتك، وانت قاعد منتظره، قاعد عامل ايديك كده اهو وقاعد منتظره مستنيه، يعني ان هو يجي او ان هو يخش حياتك، او ان هو يعترف لك، او ان هو يتكلم معاك بشكل بقى رسمي، ويتكلم معاك ويقول لك على كل حاجه جواه، او ان هو عاوز يرتبط بيك. يعني لان الشخص ده مش تاخد منه كلام حلو قد ما تاخد منه افعال. اوكي طيب، ان شاء الله يكون خير ويكون قريب جدا باذن الله، كل واحد يلاقي الشخص اللي بيتمناه، وربنا يعوض عليكم كلكم ويفرح قلوبكم كلكم. تعالوا بينا نخش على مجموعه رقم 2، الناس اللي اختارت عود صليب، وتعالوا نشوف كده ترى ايه الطاقه اللي هتطلع لكم، طاقتكم اخبارها ايه. طاقة مجموعة رقم 2، اوكي ناخد برضو كارتين كروت الطاقة. تعالوا نشوف كده طلع لكم ايه. عارف ان الشخص اللي بيبقى دايما او بقاله فترة في طاقة ان هو حاسس ان هو مخنوق ومتضايق بقى وزهقان كده، وعاوز ان هو يخرج، انا عايز اخرج اعمل اي حاجة، انا عايز انطلق، عايز اسافر، عايز اروح في اي حتة، عايز اروح اماكن ما رحتهاش، عايز اغير اي حاجة، عايز انقل اوضتي من هنا واديها هنا، اعمل اي حاجة، انت عايز تعمل اي تغيير. انت بقالك فترة في طاقة انك متضايق، في طاقة انك مخنوق جدا وعاوز تنطلق، انت دلوقتي زهقت من ان انت مخنوق او بتفكر في حاجات كتير او متضايق او بقالك فترة كده، ودايما كنت بتصبر نفسك وبتقول ان كل حاجة هتكون كويسة، كل حاجة هتكون حلوة، كل حاجة هتكون زي ما انا عاوز، بس انت خلاص بقى، انت خدت قرار اهو، انت واخد قرار اهو انك عاوز تعمل حاجة جديدة، عاوز تغير، عاوز تنطلق. في تهور لطاقة مجموعة رقم 2، في تهور، انت مش باصص تحت رجليك، انت باصص كده قدامك على الدنيا، مش باصص تحت رجليك، وعادي بقى، انت زهقت،
انت في طاقة انك زهقت وعاوز ان انت تبدل كل حاجة، عاوز تموت شخصيتك القديمة بشخصية جديدة من كل حاجة بقى. يعني ايه؟ يعني من الشكل، من البيت، من الشغل، من صحابك مثلا، ليه كمان من شخصيتك مثلا، منين انت بتسامح مثلا بسرعة، او من انت بتزعل بسرعة من حد. قلت بقى خلاص انا مش هبقى الانسان الحساس ده. يعني من شخصيتك ومن حياتك كل حاجة. انت عايز تغير شخصك ده لشخص جديد، عاوز تنتقل من شخصك القديم لشخصك الجديد، تمام. وبتفكر على فكرة في الزواج والارتباط والأسرة والبيت والاستقرار، وانت عاوز تتجوز او عاوز تتزوج يعني بحب واستقرار، مش عاوز تتزوج والسلام، لا، عاوز شخص تبني معاه أسرة كده مترابطة متماسكة، شخص يحبك ويقدرك، شخص يبقى معاك، مش حوار أو فكرة إنه أنا عاوز أتجوز وخلاص، لأ. وبتقولي لنفسك حتى لو إيه، أنا مش هتجوز بالطريقة التقليدية، لأ، أنا هجوز شخص أكون راضي عنه بقلبي وبعقلي. هنا بيقولك شاهد فيلم، يعني اطلع من المود وشاهد فيلم. وهنا بيقول لك قضي وقت مع الحيوانات، دي يمكن النصيحة بتاعتك في الطاقة. اوكي، طيب يلا بينا نشوف شخص ان شاء الله. ان شاء الله القادم بيكم مجموعة رقم 2، شوف مين هو ترى الشخص ده. مجموعة رقم 2، مين هو الشخص ده؟ تعالوا كده نشوف أول حاجة. الله، ايه ده؟ مش عارفة ليه حاسة ان القراءة دي يعني بتكمل القراءة الأولانية، بتكمل القراءة الأولى. او يمكن انت حروف اسمك في المجموعة دي وفي المجموعة دي، او طاقتك هنا وطاقتك هنا، يعني لبعض الطاقات منكم طبعا، تمام. اولا انت يعني الشخص القادم ليك ده بإذن الله، اول حاجة في طباعه او في شخصيته شخص عادل جدا، شخص متزن وعاقل وكلمته واحدة، شخص بيعرف يشيل المسؤولية، بيعرف يعني ايه ارتباط، بيعرف يعني ايه خطوبة، بيعرف يعني ايه زواج، كل حاجة هو عارفها ومتقن الدور فيها، سواء هو رجل او امرأة. خلينا نقول انه شخص عقلاني، مش عارفة أنا العقل النهاردة ماله. المجموعتين الشخص ده عقلاني، بيفكر بعقله جدا قبل ما يفكر بقلبه، يعني بيفكر بقلبه الشخص ده بس عقله الأول. يعني لو قلبه قال حاجة وعقله قال لأ، استحالة يعملها، لازم يكون العقل هو نمبر وان في حياته. اوكي، بيدور برضو انه يتزوج او يخش علاقة زواج فيها الحب وفيها الاستقرار. يعني ايه؟ يعني هو حب شخص بس بعقله شايف ان الشخص ده مش هينفعله، مثلا هو شخص بيحب النظام وشايف ان الشخص اللي قصاده ده ما بيحبش النظام، بس هو من جواه عنده مشاعر تجاه هذا الشخص، تلقائيا هتلاقيه بيبعد. ليه؟ لان عقله مش موافق، عقله بيقوله لا، فهو لازم يرتبط او يحب او يخش في اي موضوع ارتباط او زواج بالقلب وبالعقل، بيدور على الاتنين، ويمكن لحد دلوقتي هو ملقاش ده ومش عارف انه يلاقي ده، بيدور على التين اوف بنتكلز وبيدور على التين اوف كابس، الاتنين، الحب الكبير، الاستقرار الكبير، المشاعر الكبيرة، الترابط الكبير، الحنان الكبير، وفي نفس الوقت
ال 10 of Pentacles المسؤولية والشخصية اللي قصاده تكون فهماه، سواء بقى رجل أو امرأة، يعني الشخصية اللي قصاده تكون فهماه، تكون عارفاه، تكون منظمة، تكون دماغها كبيرة، تكون عقلانية، تكون متوازنة، فيها كل الصفات دي. فهو صفاته يمكن مش موجودة عند ناس كتير، ويمكن الميزة دي أو الحاجة دي هيلاقيها فيك أنت. أنت هيلاقي عندك ال 10 of Pentacles، وهيلاقي عندك ال 10 of Cups. الشخص ده مسؤول حاليا عن أهله، شايل مسؤوليات كبيرة، ويمكن كمان يكون مسؤول عن ناس تانية، مش لازم أهله، هو مسؤول عن ناس. تمام. ممكن أهله، ممكن تكون ناس تانية. هو بيشيل نفسه حمل، يعني طول ما هو ماشي كده بيحب انه يشيل مسؤوليات. خلاص خلي الحاجة دي عندي، خلاص انا هعمل ده، خلاص ما يهمكش. يعني فاهمين، لصحابه بقى، لزمايله، لاهله، لوالده، لوالدته كده. اوكي، مش عارفة ليه حاسة ان طاقة مدرس قصادي. ممكن يكون الشخص ده بيشتغل مدرس، او مثلا دكتور بيدرس في جامعة، بيدي محاضرات، شخص كده عنده معلومات وعنده ثقافات كتيرة. شخص ممكن تتكلم معاه وتتعامل معاه تلاقي عنده معلومات مثلا لأكبر منه في السن بكتير، ولكن هو واخد المعلومات دي وعنده المعلومات دي. يعني فاهمين، اللي هو الشخص اللي معلوماته ودماغه أكبر من شكله أو من سنه الحقيقي. بس هنا بقى في حاجة، هذا الشخص طالع لي في طاقتين: طاقة الشخص العاقل اللي بيفكر كتير قبل ما ياخد قرار، الشخص اللي بيفكر بدماغه بعقله، روتيني، اللي بيحب كل حاجة تكون في مكانها. تمام. وكمان عندي طاقة الكينج اوف وانز، الشخص الجريء، الشخص اللي ممكن يتهور في بعض الأحيان، الشخص القائد بالفطرة. ممكن برضو نقول الشخص المبدع، يعني فدول عكس بعض. فممكن تلاحظ ان هذا الشخص فيه شخصيتين، او على حسب المود، يعني شخصية، او هو شخصيته الأساسية هي العقل والروتين والرزانة والحاجات اللي قلناها في الأول دي، ولكن في بعض الأحيان الشخص ده دماغه كده بتطلع شرارة ناره نار، وبيبقى كده عنده كده أفكار وعنده تغيرات عاوز يعملها وعاوز ينطلق وكده، وعنده جراءة الكاملة انه يعمل ده. فهو في شخصيتين الشخص ده، هو على حسب المود بتاعه. اوكي. طيب بصوا، بنتكلز وونز الاثنين، هو في شخصيتين، بنتكلز وونز الاثنين. اهو وونز برضو نار، نار وبنتكلز عملات. يعني ايه؟ يعني شوية تلاقيه كده منطلق، وشوية تلاقيه هادي ورزين. هو شخص عصبي، يعني بيتعصب، بس بيتعصب بعد فترة، بس لو اتعصب يعني عصبيته قوية جدا. لحد الآن هذا الشخص بيدور أو مستني عجلة الحظ بتاعته أو قدره، أو ربنا يبعت له الشخص المناسب اللي هو بيدعي ربنا دايما بيه، واللي هو عاوزه، اللي هو ليه صفات معينة مش عند أي حد، واللي هو هيلاقيها فيك. أوكي. طيب تعالوا بقى نشوف. قلنا نشوف أول حرف من اسمه. الشخص ده يا ترى أول حرف من اسمه ايه؟ حرف الت وحرف الف وحرف الر. اوكي. حرف الألف وحرف السين.
حرف ال A أو الألف برضو، وحرف الدال، وحرف الواو. اوكي، دي الحروف اللي طلعت. طيب تعال نشوف، احنا شفنا اول حرف من اسمه، شوف شكله بقى، الشخص ده ترى ملامحه عاملة ازاي، ملامح هذا الشخص. ده ملامحه فيها البراءة بشكل كبير جدا، يعني بريء قوي، ملامحه أو شكله أصغر من سنه الحقيقي. لو هي امرأة فممكن نقول امرأة متوسطة الحجم وأقصر منك. أوكي، سواء رجل أو امرأة فهو شخص جذاب في الملامح والشكل الجسد، يعني شكله جذاب جدا. و لو انتي امرأة فهو رجل طويل، طويل عنك شوية يعني، ولونه متوسط، شعره اسود، وشه متوسط او يميل للرفع شوية الوش او الوجه. ولو هي امرأة فوشها بيميل لان هو يكون مدور شوية. اوكي، عايزين نشوف ملامح. لو انت رجل فهي امرأة، شعرها اسود او بني، شعرها طويل وعينيها واسعة بس لونها اسود مش ملون يعني، وشها مدور وجسمها برضو هنا طالع متوسط. ولو رجل فاحتمال يكون بيلبس نظارة، يعني لو انتي امرأة فاحتمال هذا الشخص يكون بيلبس نظارة، سواء نظارة شمس او نظارة نظر. الالوان اللي طالعة هنا ممكن يبقى الشخص ده بيحب يلبس اللون الاورنج، اللون الاخضر، اللون الاسود، اللون الرمادي، واللون الاصفر. طيب ده بالنسبة للشكل. طب انا حاطة ده على ده ازاي كده؟ طيب كده احنا خلصنا الشكل واول حرف من اسمه. طيب تعال نشوف الشخص ده ترى بيشتغل ايه. ترى الشخص ده بيشتغل ايه؟ عندي طاقة تواصل مع الخارج، كلام، بيتكلم مع حد مثلا، بيشتغل زي خدمة عملاء، بيتكلم مع الناس، او مدرس بيتكلم مع الطلبة، ممكن كمان يكون بيشتغل في السفر، في السفر، بيتعامل مع بلاد اخرى، ممكن كمان يكون بيشتغل حاجة ليها علاقة بالطب او الشفاء، او الشخص ده بيشتغل في مكان، يعني عنده مثلا مكان، او هو بيشتغل في مكان بيبيع فيه حاجة. ممكن يكون الشخص ده بيشتغل مثلا اخصائي علاقات، او اخصائي نفسي، او اخصائي اجتماعي. ممكن يكون شغله تبع او يخص الحفلات، ديكور الحفلات، او يخص تنظيم الحفلات، او يخص كده. اوكي، او طبعا مدرس، يعني مش عارفه ليه حاسه ان هو من اول ما شفته انه دقق مدرس. اوكي طيب هنشوف الشخص ده بقى، تتعرفه ولا ما تعرفوش، ده شخص جديد خالص. هنشوف برجه، انا نسيت اشوف برجه، هنشوف برجه الاول. ترى الشخص ده برج ايه؟
على فكرة طالع لي كارت زوارلي، وكارت زوارلي دي يعني كل الأبراج موجودة في القراءة، وبرج العقرب طالع، ومن الأساس خالص برج الميزان، برج الحمل، وبرج الثور. بس دام طلع كارت زوارلي دي يعني كل الأبراج معانا. هنشوف بقى الشخص ده انت تعرفه ولا ما تعرفوش. الشخص ده حاليا في حياتك بيبص عليك، حاليا هو في حياتك بيبص عليك، ممكن يكون بيبص عليك من بعيد وانت متعرفوش، او ممكن يكون بيبص عليك وانت عارف ان هو بيبص عليك، لان عندي طاقة هنا ان الشخص ده انت تعرفه، شفته او كلمته او حصل ما بينكم اي حاجة، يعني اي لقاء اي كلام، تمام، او شفتوا بعض، عشان تكون انتوا الاتنين كلمتوا بعض، ممكن تكون انت مثلا رحت في مكان مع صديق ليك وصديق ليك كلمه، فهو يعني شافك او شفتوا بعض او قابلتوا بعض او كلمتوا بعض، يعني كل ده موجود في الطاقة. الشخص ده انت تعرفه، الشخص ده انت تعرفه، هو حواليك من الناس اللي حواليك، ويمكن على فكرة انت عندك اكتر من شخص معجب بيك واكتر من شخص عايز يخش حياتك. مجموعة رقم 2، هذا الشخص انت تعرفه. طيب انا كده خلصت القراءة النهاردة، يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت معاكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب لو انتوا اول مرة تشوفوني، ولو حد محتاج يحجز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب، هتلاقوه دايما تحت عندكم في الديسكريبشن بوكس وفي التعليق مثبت الاول. شكرا ليكم، باي باي.